كل عيد نيروز وانتو طيبة. احنا سنة كام؟ نيروز 1739 فينا الشطر ومزارع 1739 للشغل سنة جديدة. ربنا ادهلنا وتعالوا نسأل نفسنا ربنا عايز مننا ايه في السنة الجديدة؟ ربنا عايز مننا ايه في السنة الجديدة؟ ربنا عايز ان السنة دي زي ما قال كده الكتاب المقدس تبقى سنة للرب مقبولة. سنة للرب مقبولة يعني ايه سنة للرب؟ يعني ايه سنة للرب؟ ها؟ كلام كبير ولا كلام كويس؟ تأمينه؟ تكبر دلوقتي؟ ها؟ سنة للرب ايه مقبولة؟ يعني ايه سنة للرب؟ سنة بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. سنة للرب يعني سنة بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. طب يا رب انت عايزها مقبولة؟ عايزها مقبولة. طب هتبقى مقبولة ازاي؟ تبقى مقبولة ازاي؟ اقول لكم تبقى مقبولة ازاي. في وصيتين مهمين قوي 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 كمان قوي قوي. في وصيتين مهمين قوي 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 قوي. الوصية الاولانية بتقول ايه؟ بتقول لو سمحتي حبي ربنا من كل قلبك. حبي ربنا من ايه؟ من كل قلبي. طب وايه الوصية التانية؟ تحب قريبك كنفسك. يبقى في وصيتين. ايه الوصية الاولانية؟ تحب الرب الهك من كل قلبك. طب والوصية التانية؟ تحب قريبك كنفسك. طيب الوصيتين دول مهمين قوي. عايز اقول لك من غير الوصيتين دول مش هنعرف ندخل السماء. من غير الوصيتين دول مش هنعرف ندخل السماء. طيب تعالوا نقيس نفسنا ونشوف نفسنا احنا بننفذ قد ايه من الوصيتين دول عشان السنه الجديده تبقى سنه مقبوله. تبقى سنة ربنا كده مبسوط مننا فيها. ما هو مش السنة بس في الدراسة وفي المهرجان والجوائز والميداليات والحاجات الحلوة الكتير. سمعت ان انتوا يعني مش لاقيين جوائز للكنائس التانية. يعني خلاص خلصتوا على كل الجوائز. هما بيدوروا بقى. طيب اول حاجة هو أنا بحب ربنا ولا لا؟ تحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ طيب أقول لك أول حاجة تقيسي بيها أنت بينك وبين نفسك. كلام ده بينك وبين نفسك. أول حاجة تقيسي بيها حب ربنا في قلبك الصلاة. أول حاجة إيه؟ الصلاة. الصلاة. بتصلي بانتظام؟ بتصلي بانتظام؟ بتصلي زي ما قعدت مع ابونا كده قبل اعترافك قال لك ايه؟ لو سمحتي يا سمحتي صلي مره الصبحيه ومره بالليل. ويبقى دوت بانتظام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. انت بتصلي بانتظام كل يوم؟ ها؟ مين اللي هيسال السؤال دوت؟ انا هساله لايه؟ لنفسي. طب وانا بصلي مبسوطه ولا زهقانه وملانه؟ ما هو لو حد بيحب حد يحب ايه؟ يتكلم معاه. مش انا بقول انا بحب ربنا يبقى احب ايه؟ اتكلم معاه. طب لما انا ابقى ملانه
ومش مبسوطة قوي، ويعني مش حاسة بالسنة دي خالص. يلا كده ايه، كما لقوم عادة، ها؟ يلا هم قالوا لي كده، اصل الدسوقي هتراقب عليا، تقول لي صليتي ولا ما صليتيش؟ لا لا لا، لازم املى ال، لا حاجة جاية من ايه؟ جاية من قلبي. انا بحب ربنا ولا ايه؟ ولا مش بحبه؟ طيب يبقى انا عايزة في السنة الجديدة، لو انا لسه مش مبسوطة في الصلاة، لازم تبقى الصلاة بتاعتي شوية ايه؟ فيها شوية حرارة، ها؟ فيها شوية من قلبي. ما تدخلش الصلاة، خلي بالك، ما تدخلش الصلاة الا لما تقابل مع مين؟ مع ربنا. ولو دخلت الصلاة وطلعت وما تقابلتش مع ربنا، ما حسبهاش صلاة. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب تاني حاجة أقيس بها حب ربنا، إن أنا ببقى بكره الخطية، مش بحب الخطية، مش بحب الخطية. في آية جميلة قوي 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 في الكتاب المقدس تقول إيه؟ جونير ماجد
سوري كريستينا عايزاكي ممكن؟
فاحنا بنحييها عشان هي كانت زعلانه في الشهاده بتاعتها. مارجريتا وبيه تطلع بعرفينها. طيب راحت الدرس؟ يعني احنا عملنا 12. فاضل بقى ان هم خدوا 8 مراكز 7 مراكز 6 مراكز. تمام يا عمتي؟ عليكم في مرحله اعدادي صلى لكم وتعب معاكم ونظم ونصر كل الكلام ده. احنا دايما بنحط في اعتبارنا ان ربنا هو اللي بيعوض. واخدين بالكم؟ عشان كده احنا النهارده بنفرح بيكم. الكنيسه بتفرح ان بناتها في حضن الكنيسه. هي دي اهم حاجه، اهم من الجوائز. كون ان انتوا في المرحله دي من حياتكم موجودين في الكنيسه، كون ان احنا في المرحله دي موجودين في الكنيسه نشكر ربنا. ليه؟ لان في بنات كتيره في سنكم على البحر وفي الشوارع وماشيين في انحرافات. فكون ان احنا موجودين في حضن الكنيسه دي اهم مكسب احنا كسبناه. بصرف النظر عن موضوع المراكز، حلو جدا طبعا تفوقكم، ده حاجه كويسه. لكن دايما عايز اوصيكم، اوعوا بعد ما تكبروا شويه عن كده تبتدي الناس اللي بره تاثر عليكم وتقول لكم يعني ان بتوع الكنيسه بقى وناس ويحبوا ربنا، ولا لازم تنفتحي. ولازم الكلام ده بيودي الناس في مشاكل كبيره جدا وسمعتهم بتبوظ ومستقبلهم بيبوظ.
لان الناس اللي بره بتحاول ان هي تخدعك. كنا بنات دايما في حضن الكنيسة متمتعين فرحانين زي ما انتوا كلكم فرحانين، احنا فرحانين بيكوا اكتر. وان شاء الله الناس بتوع تالتة يتنقلوا مرحلة تانية، مرحلة ثانوي، ويبقوا احسن من كده كمان. مرحلة ثانوي السنة دي كانت يعني تقريبا خدت كل الجوائز زيكم كده. فكون ان الكنيسة عندنا يبقى فيها مرحلة اعدادي بنات، مرحلة ثانوي بنات، وكمان ابتدائي يعني بيحصدوا كل الجوائز دي، معناها ان في خدمه كويسه وفي بنات كويسه، وده كله اعداد ليكوا عشان لما تكبروا تبقى في المستقبل تبقى كل واحده منكم ناجحه في علاقتها مع ربنا، وده الاساس، وناجحه في علاقتها مع الناس اللي بره في المجتمع، لان هي بنت ربنا الايه، بنت ربنا الحلو. ربنا يفرحكم دايما ويزود دايما معاكم الفرح ويعوض كل التمنيات اللي بتعملوها. اسم جوستين ايمن، شفتي بقى التأخير ده؟ لا بس وفي جايزة للفارسين يعني. عايزه اسر الثالثه اعدادي اللي هتخرجوا من اعدادي ان شاء الله يطلعوا يصوروا معنا صوره، بس نقف نصلي الاول. اللهم اجعلنا مستقيم.